حلقة النهاردة حلقة مميزة ومختلفة جدا، اولا لانها هتتكلم عن موضوعين مش موضوع واحد، والاهم ان بطل حلقتنا النهاردة هي حدوتة، بس حدوتة حقيقية. الحدوتة بتلخص موضوعين الحلقة، وعلى فكرة احنا اخترنا الحدوتة الاول وبعد كده استخرجنا منها الموضوعين مش العكس، بس الحدوتة دي بالرغم من خفة دمها الشديدة إلا إنها هتصدمنا كلنا، وبتوضح فكرة مهمة جدا لازم كلنا ناخد بالنا منها، لأنها فكرة بتأثر على سلوكيات حياتنا كلها سواء كنا مسلمين أو مسيحيين، وخصوصا في الدول العربية الأشد ارتباطا بالتقاليد الدينية، وأنا هنا بقول تقاليد مش عبادات عن باقي الدول العالم. الموضوع الاول في حلقتنا الحقيقة ان احنا ما كناش عاوزين نتكلم فيه لانه موضوع شائك جدا، بس الحدوتة هتجبرنا ان احنا نناقشه، وبالتالي هنتكلم عنه بدون الدخول في تفاصيل، وهو عن عاداتنا الدينية سواء كمسلمين او مسيحيين، وهل كل عاداتنا دي منبعها فعلا الدين، ولا ممكن يكون لها اسباب تانية وفجأة اصبحت عادات دينية؟ الاجابة الاكيدة ان اغلب عاداتنا الدينية من الطرفين هي نتيجة اما قرار حاكم او تجربة شخصية لشخص معين الناس قلدته بعد كده وفجأة تحولت لتقليد ديني. خلوني اديكم مثال بسيط على النقطة الاولى، وهي قرار حاكم بحاجة كلنا عارفينها، واللي منكم اكبر من 30 سنة هيكون فاكر امتى اتطبقت بالظبط. الغريب ان الموضوع ده مش عادة، لا ده كمان قرار ديني بيحلل وبيحرم، فده طبعا اخطر بكتير. القرار هو قانون الخلع اللي صدر نهائيا سنة 2000 وتوافق عليه دينيا. طيب ده يجرنا السؤال، هل ما قبل سنة 2000 كان هو اللي غلط، وان احنا كنا بنحرم المرأة حق من حقوقها الشرعية، ولا القانون هو اللي غلط وبالتالي ممكن يسبب مشاكل اكبر؟ طبعا اسئلة كتير ملهاش اجابات، ونفس القصة حصلت في قانون الكنيسة الارثوذكسية المصرية بخصوص اسباب الطلاق، والكلام ده كان في السبعينات. زي برضو كده فكرة تحريم قيادة السيارات بالنسبة للسيدات في السعودية، لحد ما ظهر الحق أخيرا وتسمح لهم بالقيادة بعد عشرات السنين من التحريم. النقطة الثانية وهي فكرة التجارب الشخصية اللي بعد كده بتصبح عادات دينية، وعندنا منها عشرات الأمثلة، بس مش هنقول منها حاجة دلوقتي، وهنكتفي بحدوتة حلقتنا اللي هتكون مثال على قد ما هو كوميدي على قد ما هو صادم، فمش عاوزين نحرق الحلقة بأمثلة تانية. ندخل بقى على الموضوع التاني في حلقتنا النهاردة، ومش عايزاكوا تستغربوا لما تلاقوا ان الموضوع الاول ملوش اي علاقة بالموضوع التاني، بس الفكرة كلها ان حدوتة النهاردة هي اللي هتربط الموضوعين ببعض بشكل شيق وجذاب جدا. هنتكلم دلوقتي عن فكرة الاعلانات الامبيدد او الرسائل المخفية سواء في الافلام او التمثيليات او حتى الفيديو كليبس. ايه هي وايه علاقتها بحلقة النهاردة؟ السينما والتلفزيون فنون جذابة جدا، وكلمة جذابة معناها قادرة على جذب أكبر عدد من المتابعين، وجذب أكبر عدد من المتابعين معناه إن أي رسالة أي شخص عايز يوصلها هتكون السينما والتلفزيون وسيط مناسب جدا لتوصيل الرسالة دي. طيب زمان لما السينما بدأت كانت بس بتعرض على شاشات السينما، يعني مفيش فواصل إعلانية. في الوقت ده كان في بعض الشركات فكرت ان هي تستغل السينما لترويج منتجاتها او الاعلان عنها. طيب ايه الحل في حين ان مفيش اعلانات؟ الحل ان الاعلان يكون جوه الفيلم نفسه. خلوني اشرح لكم بمثال بسيط، يعني مثلا محل كروبي عايز يعلن عن نفسه، فبيخترعوا مشهد البطل والبطلة قاعدين في كروبي وبيظهروا الاسم. طيب مثلا محل موبيليا، فبنلاقي ان البطل بيقول لام عروسته احنا هنجيب الموبيليا من محل كذا. ماركة عربيات، تلاقي كل ابطال الفيلم راكبين نفس الماركة، والاخيرة دي عملها مخرجنا الكبير طارق العريان في فيلم تيتو، وعايزاكم تلاحظوا ان كل عربيات الفيلم كانت نفس الماركة، وطارق العريان بجد واحد من اذكى المخرجين في المجال ده، يعني ملوش فيلم او فيديو كليب غير لما تلاقي فيه عشرات الاعلانات التجارية المخفية. طيب ده كان على المستوى التجاري، المستوى السياسي او الاجتماعي برضو استغلت السينما والدراما التلفزيونية بشكل كبير جدا في نشر افكار او توجه سياسي معين.
مثلا في فترة الثمانينات كانت أغلب الأفلام بتدعو لتنظيم الأسرة لأن ده كان توجه عام للدولة، فكانت عدد كبير من التمثيليات والأفلام بتنقل الرسالة دي بشكل مخفي في قلب المسلسل نفسه. بعدها كانت مشاكل الإدمان فترة التسعينات، وكانت تقريبا أغلب أفلام التسعينات بتناقش المشكلة دي نظرا لأنها كانت منتشرة جدا في الوقت ده. خلونا نرجع لفترة الخمسينات والستينات اللي كان التوجه القومي فيها لفكرة التأميم وإنشاء المصانع، ومن هنا بنلاحظ إن الفن ككل لعب دوره مش بس السينما، لأ وكمان الشعر والغنى زي أغاني صلاح جاهين وعبد الحليم حافظ، وده هيبقى مدخلنا لحلقة النهاردة، دور الشعر في التسويق لفكرة معينة. تبدأ حكايتنا من العصر الأموي، وطبعا وقتها عرف عدد كبير من الشعراء بشعراء المدح والهجاء، ودول كانوا نوع من أنواع الشعراء بيسترزقوا بمدح الحاكم وطبعا شتم أعدائه، ومن أشهرهم الثنائي اللي كلنا درسناهم في المدرسة جرير والفرزدق. ومن شعراء المدح في الفترة دي كان ربيعة بن عامر التميمي، واللي سمى نفسه مسكين الدرمي، هو لقب نفسه بالمسكين في أحد أشعاره. أما الدارمي فهو كان نسبة لواحد من أجداده وكان اسمه دارم، وكان طبعا زي ما قلنا واحد من شعراء المدح، ومن أشهر أبياته في تأييد يزيد بن معاوية الحكم بعد وفاة أبوه: إذا المنبر الغربي خلاه ربه فإن أمير المؤمنين يزيد. طبعا يزيد بن معاوية عجبه الكلام وأجزل له العطاء، يعني بلغتنا الدرجة كده أبجه. للدرمي قصيدة كلنا عارفينها وبتتغنى على مدار أكتر من 1300 سنة، أيوة بجد 1300 سنة، وعلى مدار السنين دي غناها مئات المطربين، بس يمكن أغلبنا كمصريين يعرفها من خلال فرقة وسط البلد اللي غنتها في أول ألبوم ليها سنة 2007. قولي المليحة قولي المليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي؟ كل المليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي؟ وهي قصيدة قل المليحة، القصيدة اللي غيرت مفهوم الزي الإسلامي عند أغلب المسلمات على مدار ال 13 قرن اللي فاتوا، واللي كمان كانت سبب اعتقاد عند أغلب المسلمات إن الزي الإسلامي لازم يكون أسود مش أي لون تاني. وتعالوا نحكي حكاية القصيدة التجارية اللي غيرت مجرى التاريخ. الحكاية هنحكيها زي ما جت بالظبط في الكتاب الشهير جدا الأغاني للأصفهاني اللي هو مصدر حكايتنا النهاردة. بتقول الحكاية إن تاجر عراقي كان بيبيع الخمر، وده جمع خمار، وصل للمدينة وعرف يبيع كل اللي معاه ما عدا الخمر السوداء اللي ما كانش عليها أي طلب. المهم إن التاجر ده شكل واحد من أصدقائه كساد الخمر السوداء، فصديقه ده قال له عليكوا على الدرمي اللي وقتها كان خلاص نسك وتعبد، يعني المفروض انه زهد الحياة، بس اللي فيه طبع ما بيغيروش، وبرضه تأثير الفلوس كان مغري. المهم التاجر راح فعلا للدرمي وطلب منه حل، فكان الحل في قصيدتنا اللي قلبت مفهوم الزي الإسلامي تماما. كتب الدرمي القصيدة وخلى واحد صوته حلو يغنيها في كل المجالس، وسمعتها كل بنات وسيدات المدينة، فما كان إلا إن كلهم راحوا يشتروا الخمر السوداء لعل واحدة منهم تكون هي المقصودة بالأغنية بأثر رجع، يعني شايفين الذكاء؟ طبعا التاجر كسب والدرمي قبض، وبعد كده رجع لتنسكه مرة تانية وكأن شيئا لم يكن، وأصبح عرف الزي الأسود هو تقليد تحول لعادة لحد ما تحول لشبه زي إسلامي رسمي، علشان تكون دي أول قصيدة إعلانية في التاريخ. بجد فكرة ما تخطرش على بال أي إنسان، وفيها في نفس الوقت دراسة نفسية لفكر السيدات والبنات في المجتمع الموجود جوه المدينة. السخيف بقى أن بعض الشعراء حاولوا يعرضوا أو يقلدوا بتريقة قصيدة الدارمي. خلوني أقول لكم مثالين، زي مثلا التنوخي والحامدي
الأول قال قصيدة بتقول: قل للمليحة في الخمار المذهبي أفسدت نسك أخي التقي المترهبي، نور الخمار ونور خدك تحته عجبا لوجهك كيف لم يتلهبي، وجمعت بين المذهبين فلم يكن للحسن عن نهجيهما من مذهبي. والحامدي قال: قل للمليحة في الخمار المشمشي كم ذا الدلال عدمت كل محرشي، يا من غذى قلبي كنرجس طرفها في الحب لا صاح ولا هو منتشي، هذا الربيع بصحن خدك قد بدا لمقبل ومعضعد ومخمشي. طبعا كله تهرير وتقليد سخيف ومقزز جدا. المهم ان هو مات مع الزمن عشان انا بحب القصيدة دي، وبالتالي فضلت قصيدة الدارمي هي القصيدة اللي غيرت مفهوم إسلامي، رغم إن كان سببها تجاري للتاجر ومالي بحت بالنسبة للدارمي. وطبعا زيها كتير من عاداتنا الدينية اللي منبعها الحقيقي ملوش أي علاقة بالدين.